السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. النهاردة هنشرح درس جديد من دروس اونلاين، وهو طريقة نسخ اسطوانة ويندوز او نسخ الويندوز على فلاشة، علشان لو ما عندناش الدي في دي نقدر ننزل الويندوز بفلاشة، ونحل برضو مشكلة الاجهزة اللابتوب الميني اللي مش بيبقى فيها دي في دي. الطريقة سهلة جدا ونعرفها مع بعض دلوقتي، بس عايز اقول حاجة قبل ما ابدأ بالشرح. انا ليه اعتاب على الناس اللي بتشاهد فيديوهاتنا بس مفيش اي لايكات بتجيلنا على صفحتنا على دروس اونلاين على الفيسبوك، وده معناه ان في تجاهل من المتابعين. يا ريت اللي شاهد الفيديو ده يتابع يعمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك، واهم حاجة يكون مفعل خاصية احصل على الاشعارات علشان يوصل له اي الاشعارات الجديدة بمواضيعنا وبالدروس اللي بننزلها على المدونة وعلى صفحتنا على الفيسبوك. نبدأ على بركة الله الشرح. اول حاجة بنحمل برنامج UYUMI. البرنامج ده هنقدر هنستخدمه علشان ننسخ الويندوز على الفلاشة، وطبعا بيكون عندنا فلاشة على الأقل بتكون بحجم 8 جيجا، وبنعمل لها فورمات، كليك يمين فورمات، وأهم حاجة عندنا النظام الفورمات اللي هو الفايل سيستم بيكون بنظام NTFS، وبنعمل ستارت. اوكي بننتظر لحد ما يتم الفورمات. طبعا اهم حاجة لازم يكون نظام الفورمات NTFS عشان بيبقى سريع في النسخ وما يبقاش فيه اي مشاكل. تمام، فورمات كومبليت. ويفضل ان انت تغلق اي برنامج انتي فيروس عندك، زي مثلا عندي برنامج النود، نعمل له تعطيل لمدة ساعة، وبرنامج USB Disk Security او اي برنامج اخر مشابه اللي هو خاص بالحماية من الفيروسات اللي بتتنقل عن طريق الفلاشات، بنعمل له اغلاق يعني تعطيل، وبنبدأ نفتح البرنامج وبنضغط عليه مرتين. بيظهر لنا بالشكل ده، بضغط على I agree، ومن هنا بختار الفلاشة. هنا حجم الفلاشة، في درايف جي واسم الفلاشة وحجم الفلاشة 14 جيجا زي ما احنا شايفين عندنا درايف جي. لو انت طبعا مركب اكتر من فلاشة بيظهر هنا اكتر من فلاشة عفوا. فاحنا بنحدد الفلاشة اللي احنا عايزين ننسخ عليها الويندوز وبنختارها، والخطوة التانية بنضغط هنا وبننزل للأسفل. لو احنا عايزين ننسخ ويندوز اكس بي بنختار من هنا اذر او اس على تولز، عدة اختيارات، بنختار اخر اختيار ويندوز اكس بي انستولر، او لو احنا عايزين ننزل ويندوز 7 او 8 او 8.1 بنختار ويندوز فيستا 7.8، وتالت اختيار بنحدد ملف الايزو بتاع اسطوانة الويندوز او بتاع نسخة الويندوز. هنا طبعا انا عندي جميع نسخ الويندوز، فتدخل على الويندوز بتاعك سواء 7 او 8 او 8.1 او اكس بي وبنختار ويندوز 7 مثلا عفوا، وبنحدد الويندوز نسخة الويندوز وبنعمل اوبن، وبعد كده بنعمل كرييت. تظهر لنا الشاشة ديت، بندوس يس. افتح معانا، بيبدأ ينقل الملفات او بنسخ الملفات على الفلاشة. فطبعا بتاخد وقت، تاخد لها حوالي يجي تلت ساعة، زي ما remaining time الوقت المتبقي تلت ساعة.
فأنا هوقف الفيديو لحد ما يخلص وبعد كده هرجع لكم تاني. وبكده نكون تقريبا هنضغط على نيكست، وهنا بيفتح لك قائمة بيقول لك would you like to add more ISO، يعني معناها عايز تضيف نسخة ويندوز تانية، لأن البرنامج ده تقدر تنسخ أكتر من استوانة ويندوز على الفلاشة، يعني ممكن تنسخ استوانة ويندوز اكس بي أو 7 أو 8، كل ده على الفلاشة عادي وتقدر تستخدمهم. فأنا هقول له نو وبعد كده فينيش. نيجي نشوف كده الفلاشة، ندخل نلاقي كل البيانات او كل الملفات كاملة. طبعا الجميل في الامر ان لما تيجي تنزل ويندوز عن طريق فلاشة، مش بس ان انت بتحل مشكلة ان انت ما عندكش دي في دي، او وبرضو انما بيحل مشكلة تانية او بيضيف ميزة تانية، وهي ان طريقة التنزيل لما بتنزل ويندوز عن طريق فلاشة بتكون بتنزل معاك اسرع. وباقي خطوة واحدة دلوقتي اللي هي نعرف مع بعض ازاي نبدأ ازاي نشغل نبدأ تشغيل او تنزيل ويندوز من على الدوس. طبعا احنا هنعمل ريستارت، وبعد كده من الكيبورد بنضغط على مفتاح F12، يعني بنستنى لما الجهاز زي في الاول ما يفتح بنفضل نتك على مفتاح F12 لحد ما يظهر لنا قائمة البوت منيو، وبنختار منها USB HDDD. وان شاء الله نشوف مع بعض دلوقتي الشرح بالفيديو هتبقى طريقة الشغل ازاي. وبعد ما مسحنا الويندوز على الفلاشة بنقفل الجهاز، واول ما بيفتح بنفضل نستمر بالضغط على مفتاح F12 من الكيبورد عشان يظهر لنا قائمة البوت منيو يبقى بالشكل ده، وبننزل على نختار USB HDD وبندوس انتر، بيفتح معانا الشكل ده اللي هي ايه other OS and tools، بننزل عليها وبندوس انتر، وبننزل نختار ويندوز فيستا 7 8 انستول وبندوس انتر. زي ما انتم شايفين معايا بيبدأ البرنامج او الويندوز يبدأ في التسطيب. وطبعا طريقة تسطيب الويندوز انا كنت شرحتها قبل كده فانا مش هكمل. بدأ يحمل عشان يدخل في بداية التسطيب زي ما انتم شايفين، وبتقدروا تكملوا عادي خالص بدون اي مشاكل، تكملوا الويندوز بتاعكم. بعد ما عرفنا طريقة الإقلاع من الفلاشة أو بدء تنزيل ويندوز، نكون كده كده نكون قد انتهينا من درس اليوم. أتمنى يكون الدرس عجبكم، وما تنسوش بالإعجاب بالفيديو عن طريق الضغط على لايك والاشتراك بقناتنا على اليوتيوب أو الضغط على سبسكرايب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.